يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج اخبار اون تايم. ان شاء الله النهارده تكون حلقة مميزة كالعادة، زي ما حضراتكم متعودين معانا هيكون لينا جولة في الساحة المحلية من خلال اخبارنا الخاصة، وكمان هيكون لينا جولة في اخبار كرة القدم العالمية واخر اخبار الالعاب الاخرى. وكمان النهارده هيكون لينا تغطية خاصة لوقائع المؤتمر الصحفي لإعلان عن اطلاق رابطة الاندية الافريقية، وكل ده تحت شعار دايما متعودين ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجه واحده بس بتجمعنا هي الرياضه. خلونا كنا زي ما احنا متعودين مع ابرز العناوين. اليوم ثلاث مباريات قويه في دوري نايل. بعد قليل الكاف يعلن انطلاق رابطة الأندية الإفريقية من القاهرة. بعثة الأهلي تطير اليوم إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال. الكاف يخطر الزمالك بتعديل موعد مباراته أمام سوار الغيني بالكونفدرالية. ومن العناوين نروح مع حضراتكم لأخبارنا المحلية. نبدأ مع حضراتكم النهاردة، هتقام ثلاث مباريات ضمن الجولة السابعة لدوري النايل، والمباريات هتكون كالتالي. استعرض مع حضراتكم المباراة: الاتحاد السكندري في مواجهة زد على استاد اسكندرية، والمباراة هتكون الساعة 4 وتكون مذاعة على اون تايم سبورتس 1. أما المباراة الثانية طلع الجيش في مواجهة الجونة في السابعة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري وتكون مذاعة أيضا على اون تايم سبورتس 1. وفي نفس التوقيت في السابعة مساء فاركو في مواجهة المقاولون العرب على استاد برج العرب وتكون مذاعة على اون تايم سبورتس 2. بالتأكيد ثلاث مباريات في منتهى القوة تكون النهارده في الدوري الممتاز، ومستنيين نشوف فيها متعه اكيد واثاره كعاده مباراه دوري نايل هذا الموسم. نروح مع حضراتكم للجولة في أخبارنا المحلية، ونبدأ أخبارنا مع النادي الأهلي. واتجهت بعثة النادي الأهلي زور اليوم إلى دار السلام عاصمة تنزانيا في رحلة تستمر يعني 8 ساعات، رحلة طويلة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني المقرر ليها بعد غد يوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، وبتضم المجموعة الرابعة إلى جانب النادي الأهلي كل من شباب بولوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج افريكانز التنزاني. مباراة الجولة الأولى انتهت بفوز شباب بولوزداد على يانج افريكانز، أما الأهلي فاز على ميدياما الغاني بنفس النتيجة 3-0. ليتقاسم الأهلي وشباب بولوزداد الجزائري صدارة المجموعة الرابعة، لكل منهم 3 نقاط طبعا. وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق، وحرص كمان الضماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلي والترتيب بقى كافة الأمور الخاصة بالبعثة وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أكيد أحسن نتائج. كمان أعلن الاتحاد الإفريقي الموعد الرسمي لمواجهة النادي الأهلي ويانج أفريكانز، وقال إنها تنطلق في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، هتكون يوم السبت بدلا من الساعة
التاسعة كما كان هو مقرر عليه قبل كده. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في مباراة السبت القادم. نروح دلوقتي الى طبعا تنزانيا وسياده السفير شريف اسماعيل سفير طبعا مصر في تنزانيا، يطمن بيها عن اخر الاستعداد طبعا تنزانيا لاستضافه بعثه النادي الاهلي. سياده السفير برحب بيك. اهلا وسهلا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ يعني سعيد اكون مع حضرتك وكل المشاهدين الكرام. ازاي حضرتك سياده السفير؟ يعني في البدايه طبعا النادي الاهلي خلاص هيصل تنزانيا، عايز اطمن عن اخر استعداد طبعا تنزانيا لاستضافه هذا اللقاء الهام طبعا في المباراه الثانيه للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. يعني ان شاء الله كل الترتيبات تمت سواء على مستوى النادي الاهلي او على مستوى السفاره هنا او طبعا مع الجانب التنزاني اللي هو المستضيف للقاء. يعني فرقه يانج افريكانز يعني دايما فيها لقاءات طيبه مع السفاره ومع النادي الاهلي، ومطلق المجمل الرياضه المصريه التنزانيه فيها لقاءات طيبه دائما تجمعنا. فان شاء الله كل الترتيبات تامه بحيث ان هو ان شاء الله الاهلي يوصل باذن الله بالليل، وهيتم الاستقبال والتسكين في الفندق، وبكره ان شاء الله في التمرين، وبعده ان شاء الله الماتش على خير باذن الله. النادي الاهلي طبعا يعني من فترة قصيرة كان في مواجهة سيمبا التنزاني ايضا، هل شايف حضرتك ان يانج افريكان زي سيمبا من الناحية الفنية وايضا والجماهيرية في تنزانيا؟ هم تقريبا الفرقتين يتساووا في الجماهيرية، يعني يمكن يانج افريكان ممكن اعلى جماهيرية سنة بسيطة. نعم. بس الاثنين لهم قاعدة عريضة من المشجعين، والاثنين فرق قوية الحقيقة، يعني لهم باع طويل في القارة الافريقية وفي التنافسات الافريقية، ويعني نتائجهم حتى في السنوات السابقه تبين وتعكس قد ايه هم اقوياء ومتقدمين في كرويا. كابتن سمير طبعا عدلي كان متواجد امبارح في تنزانيا عشان يقدر ان هو يستقبل بعثه النادي الاهلي ويرتب لهم كل شيء، يعني حضرتك كان في مقابله مع سمير العدلي في الفتره الاخيره وقدرتوا ان انتم توفروا طبعا الاعداد الجماهيريه الخاصه اللي هتحضر مباراه الاهلي ويانج افريكانز؟ احنا التقينا بالفعل بالامس بعد وصوله بالسلامه هو والطاقم المقدمه اللي وصل معاه. نعم. وان شاء الله في الاجتماع الفني اللي بيتم يعني قبل المباراه، وده بيتحدد على اساسه ان شاء الله عدد التذاكر اللي هتتاح. في كل الاحوال عدد الجاليه المصريه هنا في حدود 1000 و1200 تقريبا، واكبر عدد ممكن هيكون متواجد ان شاء الله ودعم للنادي الاهلي في الماتش باذن الله. عايز اطمن برضه على درجه الحراره، وهل دلوقتي درجه الحراره نقدر نقول بارد الى بعض الشيء، ولا زي ما عارفين بعض الدول الافريقيه بتكون في الفتره دي حاره؟ لا هو حقيقه انا بلد استوائيه، فدرجه الحراره تقريبا يعني واحده على طول السنه، بس هو دلوقتي في تراوح يعني تقريبا ما بين 28 ل 32 درجه، والرطوبه هي بس اللي بتبقى عاليه شويه. عايز اطمن برضه مع حضرتك على برنامج النادي الاهلي منذ وصوله حتى موعد طبعا انطلاق اللقاء. يعني زي ما بقول لحضرتك هو هيوصلوا النهارده بالليل ان شاء الله. نعم. فطبعا هيتوجهوا للفندق للتسكين والراحه. الصبح باذن الله هيبقى في الحاجات اللي هي اللقاءات الفنيه واللقاء الاعلامي ما بين كابتن الفرقه والمدير الفني. ده بيبقى المؤتمر الصحفي التقليدي، وبعد كده في ان شاء الله يعني تمرين. نعم. والراحه، وبعد كده ان شاء الله يوم السبت باذن الله الماتش باذن الله. يعني ان شاء الله نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق طبعا لممثل مصر في هذه البطوله بصحبه طبعا نادي بيراميدز. سياده السفير شريف اسماعيل سفير مصر في تنزانيا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا. نرجع لاخبارنا المحليه مره اخرى، وكمان خد الفريق منذ قليل فريق نادي الاهلي مران بدني باستاد مختار التتش قبل تناول وجبه الغداء في النادي، ثم التوجه على طول الى مطار القاهره متجهين طبعا الى تنزانيا. الفريق كان حصل على راحه من التدريبات كان امبارح بعد مباراه سموحه لقيمة طبعا مساء الثلاثاء باستاد المقاولون العرب في الجوله السابعه من دوري نايل، وانتهى طبعا المباراه بالتعادل السلبي بدون اهداف. كمان بيرسي تاو لاعب الفريق تمثل الشفاء من الاصابه اللي كان بيعاني يعني منها، واصبح خلاص جاهز للمشاركه في المباراه القادمه مع النادي الاهلي. هيخوض النادي الاهلي مران وحيد هيكون في تنزانيا بكره ان شاء الله الجمعه على نفس الملعب اللي هيستضيف طبعا المباراه يوم السبت القادم امام فريق يانج افريكانز التنزاني.
امبارح كمان كابتن محمود خطيب طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عقد جلسه مع مارسيل كولر وخالد بيب ومدير الكره لمناقشه اسباب تراجع اداء ونتائج الفريق طبعا الفتره الاخيره. الاجتماع ده تم الكشف عن تفاصيله وكان بحضور كمان لجنه التخطيط برئاسه كابتن محسن صالح وعضوي طبعا كابتن زكريا ناصف وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي. وشهد الاجتماع ده مناقشه كل الامور الخاصه بالفريق الاول وراسها اكيد اسباب تباين المستوى النتائج وحاله التشبع اللي شايفينها بعد انجازات الموسم الماضي وعدم التركيز لدى بعض العناصر الهامه في الفريق، كما كمان ان الاداء لا يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره. ثم عقد الكابتن محمود الخطيب اجتماع اخر مع كولر وخالد بيبو وتحدث بوضوح عن كافه الملفات المتعلقه بمنظومه العمل وتطبيق اللوائح، بالاضافه كمان عن الاسباب اللي جعلت الفريق لا يقدم المستوى يعني المنتظر وده اللي احنا شايفينه الموسم الحالي. وشدد كمان الكابتن محمود الخطيب على ضروره اعاده الامور الى نصابها الطبيعي سريعا ومحاوله كمان خلق دوافع جديده للاعبي النادي الاهلي وتقديم ما يليق بالنادي الاهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني الحالي بقياده مارسيل كولر. وده اللي احنا شايفينه الصراحه في الفتره الاخيره، مش هو ده النادي الاهلي ولا هو ده المستوى الفني ولا البدني سواء من اللاعبين او حتى من الجهاز الفني. في تاخير كبير جدا من الجهاز الفني في بعض المباريات، في التغييرات بنشوف ان هو بيتاخر بصوره كبيره جدا في التغييرات. كمان بالنسبه للنادي الاهلي فقد بطولتين هذا الموسم، بطوله الدوري الافريقي على حساب سان داونز وقبلها كمان بطوله السوبر الافريقي على حساب فريق الاتحاد العاصمه الجزائري، فقد اول بطولتين والمستوى يعني نقدر نقول مذبذب في بطوله الدوري الممتازه هذا الموسم. فبكل تاكيد هحاول الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي مع لجنه التخطيط ان هم يلموا الشمل في الفتره المقبله وقدر النادي الاهلي ان هو يعود سريعا الى منصات التتويج والى ادائه المميز اللي كان عليه في الموسم الماضي، اللي قدر النادي الاهلي ان يحقق كل البطولات مع نفس اللاعبين ومع ايضا يعني معظم اللاعبين هم نفس اللاعبين اللي كانوا موجودين في الموسم السابق ومع نفس الجهاز الفني. فده اللي حاول الكابتن محمود الخطيب ان هو يلم الشمل سريعا عشان يرجع النادي الاهلي الى الصوره طبعا الطبيعيه. من النادي الاهلي نروح لاخر اخبار نادي الزمالك ومنح الكابتن معتمد جمال المدير الفني طبعا الحالي لنادي الزمالك اللاعبين راحه بالتدريبات النهارده الخميس بعد الفوز طبعا على مودرن فيوتشر امبارح في الدوري بهدفين نظيفين في مباراه الجوله السابعه ايضا من دوري نايل عشان يواصل الفريق الابيض تحت قياده معتمد جمال قائم طبعا باعمال المدير الفني سلسله النتائج والعروض الجيده بصراحه اللي قدمها في الفتره الاخيره مع الفريق منذ رحيل الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو. الفريق يستأنف تدريباته بكرة الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا طبعا للقاء القادم هيكون أمام سوار الغيني، مباراة المقرر ليها يوم الأحد القادم في الجولة الثانية لمباراة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك في الجولة الثانية وحقق إن شاء الله الانتصار، والمباراة طبعا لازم نادي الزمالك إن هو يستمر في سلسلة النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة، كابتن معتمد جمال مأدي بشكل رائع مع نادي الزمالك، والفترة المقبلة إن شاء الله بإذن الله قدر نادي الزمالك إن هو يحافظ على هذا المستوى ويعود بإذن الله نادي الزمالك إلى منصات التتويج بعد غياب طبعا الموسم السابق عن كل البطولات. بيحاول طبعا الموسم الحالي إن هو يصلح جماهيره بالنتائج والأداء اللي بدأ نادي الزمالك بعد رحيل طبعا أوسوريو إن هو يحسن الوضع بعد كمان تولي مجلس اداره الجديد لنادي الزمالك قياده الجديد. كمان تلقى مسؤولي نادي الزمالك خطاب كان رسمي من الاتحاد الافريقي باقامه مباراه سوار الغيني في الجوله الثانيه لمباراه دور المجموعات لبطوله الكونفدراليه الافريقيه الساعه 9 مساء تكون يوم الاحد القادم موافق 3 ديسمبر بدلا من اقامتها في 7 مساء بسبب الحقوق التسويقيه يعني وحقوق البث كمان التلفزيوني الخاصه بالمباراه، خاصة ان اللقاء ده كان مقرر ليه في 7 مساء بتوقيت كوت ديفوار قبل ما يتم نقلها الى القاهرة، وده اللي خلى يعني الكاف يعدل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في 9 مساء. دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك كشف عن حجم الإصابة اللي تعرض لها السيد عبد الله نيمار في لقاء مودرن فيوتشر امبارح وقال ان نيمار يتعرض لإصابة بكدمة في الأنف أدت إلى يعني جرح سطحي بسيط واللاعب شعر بدوخة وفضل على طول الجهاز الطبي لنادي الزمالك عدم استكماله للمباراة وقال ان حالة اللاعب مطمئنة وهيكون جاهز لمشاركة في تدريبات الفريق بصورة طبيعية في الفترة المقبلة استعدادا طبعا للمباراة القادمة. عايز اروح لحضراتكم لسه مستمعين في اخبار نادي الزمالك لكن نروح لملف مدرب نادي الزمالك ودخلت مفاوضات اداره النادي مع المدرب التشيلي
خوسيه لويس سيارا المدير طبعا الفني السابق للاتحاد والوحده السعودي، طبعا صورته مع حضراتكم اللي حضرتك شايفينها، مرحله متقدمه بعد لقاء يعني جمع مسؤولي النادي بالمدرب عبر الفيديو كونفرنس وتم خلاله استعراض وجهات النظر. خليني اقول لحضراتكم ان احنا عرفنا في اخبار اون تايم ان مجلس اداره نادي الزمالك متحمس جدا لفكره التعاقد مع سيارا، لكن مش دلوقتي لان الغالبيه العظمى من اعضاء المجلس الحاليين حابين ان الكابتن معتمد جمال يكمل لاطول وقت ممكن عشان يحصل على فرصه كافيه، بالاضافه كمان ان دي الوقت وضغط المباريات في الفتره الحاليه بيمنع الاداره من اجراء تعديلات في الجهاز الفني في الوقت الحالي، خاصه ان قدوم مدرب جديد خاصه يعني لما يكون اجنبي في الوقت الحالي لن يكون في صالح الفريق ويبقى يعني في تغيير كبير واكيد تشتيت في ذهن اللاعبين. ورغم اتفاق مسؤول نادي الزمالك مع وكيل سيارة على بعض التفاصيل الفنيه والماليه كمان، لكن المفاوضات لغايه دلوقتي مؤجله بانتظار الحسم في وقت لاحق، ولكن يعني الزمالك مقتنع ان هو يتم التعاقد مع مدير فني اجنبي، لكن بيحاول ان هو يدي الكابتن معتمد جمال فرصه في الفتره المقبله بسبب دي الوقت ان هو يديله فرصه، وممكن الكابتن معتمد يحقق طبعا نتائج جيده جدا ويتم تغيير الراي بالنسبه لمجلس اداره نادي الزمالك، كل شيء ممكن في كره القدم. لسه مع اصداء فوز نادي الزمالك على مودرن فيوتشر، وقرر مجلس اداره نادي مودرن فيوتشر فرض عقوبات ماليه كبير عقب الخساره امام الزمالك امبارح بنتيجه 2-0، وهي الهزيمه الثانيه على التوالي محليا والثالثه خلال 7 جولات طبعا اللي خاضها الفريق في الدوري. وبيهدف قرار اداره مودرن فيوتشر لوضع حد للهزائم المتتاليه واستعاده كمان ذاكره الانتصارات وتحسين مركز الفريق في المسابقه. اكد كابتن علاء ميهوب مدير الكره كان امبارح بنادي مودرن فيوتشر توقيع عقوبات قاسيه على لاعبي الفريق، واللي اكد ان العقوبات تاتي لتطبيق مبدا الثواب والعقاب، خصوصا ان المجلس الاداره لا يتاخر على الفريق ويقوم كمان بصرف مكافئات في حاله الفوز. وصراحه مودرن فيوتشر هذا الموسم غير مودرن فيوتشر الموسم اللي سابق اللي كان حقق نتائج رائعه طبعا في الفتره الاخيره، لكن بيحاول كابتن علاء ميهود ان هو مدير الكره ان هو يلم الشمل في الفتره القادمه. هنطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع نكمل بقيه فقراتنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد ولسه مكملين اخبارنا المحليه، ونروح دلوقتي لنادي سيراميكا كليوباترا اللي دخل معسكر مغلق النهارده استعدادا لمواجهه البنك الاهلي بدوري نايل في اطار منافسات الجوله السابعه المقرر ليها ان شاء الله بكره. وعكف ايمن الرمادي المدير الفني للفريق خلال الفتره السابقه على تجهيز بدلاء الفريق لتعويض غياب نجومه وفي مقدمتهم الجزائري احمد القندوسي للاصابه، بالاضافه الى غياب كمان رجب نبيل مدافع الفريق ايضا للايقاف بعد الحصول على الكارت الاحمر امام النادي الاهلي في المباراه الماضيه واللي انتهت بهزيمه الفريق بهدفين مقابل هدف. وحرص الرمادي على التشديد على لاعبيه بصعوبه طبعا المباراه، خصوصا انها بتاتي امام فريق اختلف يعني طموحه بعد تولي اداره فنيه جديده بقياده طارق مصطفى، وبيحتل سيراميكا المركز ال 13 في جدول الدوري حتى الان برصيد 7 نقاط. في المقابل ايضا وعلى صعيد طبعا فريق البنك الاهلي واستعداداته القويه داخل صفوف الفريق، عايز اتكلم عن الفريق لفريق سيراميكا كليوباترا غدا وحرص الجهاز الفني للبنك الاهلي بقياده طارق مصطفى خلال الفتره الحاليه والفتره السابقه ايضا اللي سبقت المباراه على زياده تحفيز اللاعبين على مواصله الانتصارات، واللي بدات فور تولي طارق مصطفى طبعا مسؤوليه الفريق عندما حقق فوز كان كبير على المصري 4-0 في اللقاء الاخير، وخاض كمان الفريق بعض المباريات الوديه خلال فتره التوقف الماضيه استعدادا لمباراه الغد كان اخرها امام امبي وحقق الفوز 3-0، وبيحتل البنك الاهلي المركز ال 17 برصيد 3 نقاط. عايزين نطمن بشكل اكبر عن فريق البنك الاهلي، بينضم لينا هاتفيا اللي هو اشرف نصار رئيس طبعا نادي البنك الاهلي. سياده اللي هو برحب بيك وبتشرف دايما ان انا معاك ودوام التوفيق والتالق لحضرتك كده. ده شرف لينا سياده اللي هو، يعني بكل تاكيد نتائج جيده جدا الفتره الاخيره، لسه كنت بتكلم 4-0 في اللقاء الاخير على نادي المصري كانت نتيجه كبيره. في البدايه عايز اتكلم مع حضرتك عن استغلال فتره التوقف الاخيره بالنسبه لفريق البنك الاهلي. والله حاجة، احنا خلصنا الماتش بتاع مصر كان يوم 5 نوفمبر، كان عندنا بقى تقريبا 25 يوم في شهر نوفمبر قدرنا ان احنا يعني نعمل فيه المعسكر مغلق في برج العرب، ولعبنا ماتشين وديين، ماتش مع فاركو وماتش مع امبي،
وبعدين رجعنا بقى استكملنا التدريبات بتاعتنا هنا، وان شاء الله باذن الله يعني يبقى نؤدي مباراه جيده، وان شاء الله طبعا بالتاكيد بنتمنى النتيجه تكون في صالحنا ان شاء الله. وجود الكابتن طارق مصطفى طبعا واختاره مجلس اداره نادي البنك الاهلي بكل تاكيد يعني كان اختيار موفق، شايفين بصماته بدات تظهر بصوره كبيره جدا بعد فتره صعبه طبعا لبابا فاسيليو. طبعا هو الكابتن طارق مصطفى يعني غني عن التعريف، وهو مدرب متميز وواعد، وعمل مسيره مشرفه جدا في المغرب، وكان هو طبعا عنده الرغبه بقى ان هو يعني يبدا يتواجد في الدوري المصري. الحمد لله يعني تواجد في الدوري المصري كمدير فني وكراجل اول مسؤول عن فريق نادي البنك الاهلي، والحمد لله ربنا وفقنا في اول مباراه ليه. طبعا بنتمنى ان احنا نستكمل المسيره بتاعت الانتصارات، وهو في الحقيقه يعني مدير فني متميز، وان شاء الله يحقق نتائج كويسه معانا باذن الله. ايه المراكز اللي حضرتك شايفها اللي محتاجه تدعيم الفتره المقبله، يعني خصوصا احنا داخلين خلاص على فتره الانتقالات الشتويه، واكيد الفريق عايز يكون ليك طبعا تدعيمات قويه خاصه مركز راس الحربه. سمعنا كلام طبعا عن ناصر منسي، هل في كلام عن ناصر منسي؟ لا والله، هو طبعا هو يعني بالنسبه للاخوه في الزمالك طبعا عندهم مشكله بتاعه وقف القيد، فانا اعتقد ان هي لو ما اتحلتش المشكله دي هيحافظوا على القوام الاساسي اللي موجود عندهم، لكن لسه كلام تاني لاوانه، لسه عندنا شهر ديسمبر كله. برضو احنا بالنسبه لنا عندنا 5 مباريات صعبه جدا في الدوري، ومحتاجين ان احنا يعني نحصد اكبر عدد ممكن من النقاط فيها، بحيث نطلع من المنطقه اللي احنا فيها دي اللي هي لا تتناسب اطلاقا معانا. فان شاء الله يعني على نهايه الشهر كده يكون الكابتن طارق بدا يعني يبقى عنده تصور للتدعيمات اللي مطلوبه للفريق في شهر يناير ان شاء الله. بالنسبه للمكافآت عايز اتكلم عليها، الفتره المقبله ممكن نشوف مكافآت مضاعفه لفريق البنك الاهلي، ولا ماشيين على سيستم طبعا واللائحه اللي تم وضعها في بدايه الموسم؟ لا يا استاذ محمود، احنا ماشيين على لائحه تم وضعها في بدايه الموسم، وتوافق عليها كل عناصر المنظومه، الاداره واللاعبين والجهاز الفني، وهي لائحه مجزيه جدا، وبتدي يعني مكافآت في حاله ان انت تحقق انتصار او انتصار تاني او 9 نقط ورا بعض، يعني لائحه مجزيه جدا وكل عناصر اللعبه متوافقه عليها، وان شاء الله باذن الله يعني تطبق ويبقى في انتصارات. سيادة اللي هو اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للفتره المقبله لفريق البنك. نرجع مرة أخرى لأخبارنا المحلية، ونروح دلوقتي من البنك الأهلي للنادي المصري البورسعيدي اللي بيأدي الفريق اليوم تدريبه الختامي استعدادا لمواجهة إنبي في المباراة اللي هتجمع الفريقين بكرة إن شاء الله الجمعة على استاد برج العرب في اسكندرية ضمن منافسات الجولة 7 من عمر مسابقة دوري نايل. واستغل الجهاز الفني بقيادة علي ماهر فترة التوقف اللي فاتت كلها عشان يتم إعداد الفريق وتصحيح كمان الأخطاء، وخاض الفريق البورسعيدي يعني وديتين فاز فيها على فريق فاركو بثلاثية نظيفة، ثم الثانية على تليفونات بني سويف بخماسية نظيفة. عايزين نطمن بشكل أكبر عن نادي إنبي واستعداده للفترة المقبلة ومباراة المصري غدا. معانا كابتن محمد إسماعيل مدير الكورة من نادي إنبي. كابتن محمد برحب بيك ومنورني. حبيبي ازيك يا محمود، برحب بيك وبكل مشاهدينك حبيبي. كابتن محمد، طبعا نادي إنبي في الفتره الاخيره استغلت طبعا فتره التوقف استعدادا لمباراه الغد اللي هتكون قويه جدا طبعا امام فريق المصري البورسعيدي. والله طبعا اكيد نادي المصري نادي من الانديه الجماهيريه والانديه الكبيره، طبعا قبل التوقف تعرضوا للهزيمه برضو كده كبيره شويه، فاكيد ده هيدي بالنسبه لهم اهميه. بالنسبه لنا احنا بقى الموضوع، احنا الحمد لله زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه ان احنا كنا اخر 3 ماتشات الحمد لله كسبانين. نعم. فاعتقد برضو ده بيدينا باور شويه في الماتش بكره، هيبقى ماتش اعتقد هيبقى ماتش كويس الناس هتستمتع بيه بكره ان شاء الله. يعني ان شاء الله. كابتن تامر مصطفى طبعا ودوره مع الفريق زي ما حضرتك ذكرت 3 انتصارات متتاليه، شايف ان بصماته واضحه على الفريق الفتره الاخيره؟ الو كابتن محمد، عليك سامعني؟ لا الصوت واطي شويه، مش سامع شويه، الصوت واطي. كنت بقول لحضرتك الكابتن تامر مصطفى وجوده في القياده الفنيه لنادي إنبي، عليك شايفها ازاي في الفتره الاخيره من الموسم الماضي والاستقرار الفني طبعا في القياده الفنيه؟ بصراحه يعني كابتن تامر من ساعه ما جه
وفي تطور رهيب في الفرقة في الحقيقة، يعني ده هو وجهازه كله بصراحة من الموسم اللي فات وتكملة الموسم ده كمان. هو بيعرف يتعامل كويس قوي مع اللعيبة بصراحة، عنده ذكاء في التعامل معاهم، عنده فنيات طبعا اكيد عالية، انت وكل ده واضح. فهو بصراحة مد للفرقة استقرار، استقرار فني، وجانب طبعا الإدارة مديها استقرار إداري. التناغم اللي موجود بين الإدارة والإدارة، إدارة إيه بقصد بها، يعني مجلس الإدارة والجهاز الفني، بتخليها المواضيع ماشية بشكل إيجابي جدا. أعتقد إن إحنا السنة دي ممكن ننهي بشكل مميز أحسن من الموسم اللي فات إن شاء الله، يعني لأن زي ما قلت لك عندنا استقرار فني وإداري، فالدنيا ماشية كويس الحمد لله رب العالمين. كابتن محمد، حضرتك من حوالي اسبوع اكدت لي ان مفيش عروض من النادي الاهلي ومن الزمالك لاحمد امين اوفا، في عروض اخرى وما زال وصلت لسه؟ مفيش اي جديد؟ مفيش جديد خالص، هو بس السوشيال ميديا شويه المواضيع يعني بتتكلم فيها بشكل كبير، بس صدقني والله مفيش اي عرض وصل من الاهلي او من الزمالك لاي لاعب عندنا، يعني مفيش ولا اي لاعب، ولا محمد حمدي الظهير الايسر، ولا اي حد، ولا حد، ولا حد، صدقني والله ما فيش عروض خالص. يعني واحنا يعني برضه هنرجع نقول ان احنا الموسم ده مش هنسيب حد، يعني احنا مش هنسيب حد الموسم ده تحديدا، ممكن الموسم اللي جاي، انما الموسم ده زي ما قلت لك احنا عندنا طموح شويه ان احنا نوقف الفرقه على رجليها شويه، وبعد كده ممكن نكون حتى عملنا البدائل بتاعت النجوم دي. يعني انا مش هينفع اطلع النجوم اللي عندي دي وارجع انا اعاني بعد شويه، فانا اعتقد ان احنا الموسم ده مش هنطلع لعيبه يعني الموسم اللي جاي ان شاء الله. يعني حضرتك بتاكد ان في يناير مفيش حد هيرحل على نادي انبي؟ لا، في تدعيمات في الانتقالات الشتويه القادمه؟ والله يعني ممكن برضو لو ممكن يبقى فيه لاعب مش اكتر من كده. يعني حضرتك بتفكروا يعني مركز ايه؟ ممكن يبقى فيه لاعب مش اكتر من كده. يعني مركز ايه اللي حضرتك بتفكروا فيه الفتره المقبله؟ والله ممكن يبقى برضو مركز المهاجم شويه، في يعني عندنا اوفا، عندنا يوسف لبيب لما يرجع من الاصابه، بس المركز ده تملي بيبقى محتاج فيه اكتر من لاعب مميز عشان تقدر لا قدر الله لو في ايقافات في اصابات يبقى عندك ان انت تقدر ما تعتمدش على لاعب واحد. يعني عايز اطمن من حضرتك على الفريق لمباراه المصري غدا، في غيابات موجوده بكره في الفريق؟ لا احنا ان شاء الله ما فيش اي غيابات، احنا جينا يوم بدري، احنا من امبارح في برج العرب وهنتمرن النهارده ومستعدين بقى للماتش، والفرقه كلها على اتم الاستعداد الحمد لله، ما عندناش اي اصابات، الفرقه كلها جاهزه وان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ونقدر نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. يعني شرفتني ونورتني طبعا كابتن محمد اسماعيل مدير الكره النادي. شرفتني يا حبيبي، تسلم. شكرا كابتن محمد. ومن نادي امبي نروح نطمن على نادي بلديه المحله مع الكابتن حماده علو مدير الكره من نادي بلديه المحله. كابتن حماده برحب بيك. انا اللي برحب بحضرتك وبتشرف دايما بوجودي مع حضرتك. الله يخلي حضرتك. يعني بكل تاكيد المباراه غدا امام الداخليه في مواجهه بلديه المحله، حضرتك شايف اللقاء ده ازاي خاصه الداخليه لسه مغير طبعا مدير فني؟ لا هو اللقاء من اهم اللقاءات هتبقى في الدوري، جاي بعد فوز على فاركو، جاي بعد توقف شهر، الدنيا بتتغير جدا في التوقف. احنا بنأمل ان احنا بنوصل للبطولات، حطونا في حته كويسه قوي مكتب بكره ان شاء الله، الفرقه على اتم الاستعداد ان شاء الله. يعني عندنا عوده ماجد هاني بس لنا اضافه قويه، عوده عبد السمانة، عندنا لعيبه كتير جدا كانت بعيد وفي اصابات وايقافات رجعت الحمد لله، عندنا غيابات محمد رجب واحمد العش الشباكين، يعني الحمد لله عندنا البدائل، ربنا يكرم هيبقى ماتش كويس ان شاء الله، ونتمنى ان احنا نرجع بثلاثة بونت ان شاء الله. يعني البرنامج الاعدادي اللي استعدتوا بيه طبعا في فتره التوقف، لعبتوا مباراه وديه في الفتره الاخيره، جهزتوا نفسكم ازاي طبعا لمباراه الداخليه؟ لا احنا الحمد لله عملنا ثلاث مباريات، عملنا مباراه مع نادي المقاولين، وبعدين عملنا فتره اعداد مصغره كده في اسكندريه، تخلي لها ماتشين مع الاتحاد وسموحه، ثلاث ماتشات كانوا ايجابيين جدا للجهاز الفني، الكابتن احمد قدر انه استفاد منهم، زي ما قلت لحضرتك في لعيبه قدر ان هي كانت راجعه من الاصابات ان هو يجهزها، كان في لعيبه احنا قلنا من الاول خالص ان في الفرقه لسه فيها لعيبه كانت جامد اصلا بتجهز، استفدنا منهم جدا ثلاث مباريات دول، كانوا ثلاث مباريات قويه جدا، والحمد لله طلعنا بينهم باكثر استفاده الحمد لله. عايز اتكلم مع حضرتك واختص اتنين لعيبه، يعني في بو حكيم وحسام اشرف، تعلقهم في الفتره الاخيره، هل وصلت بعض العروض ليكم في الفتره الاخيره في مجلس اداره بلديه المحله؟ لا لا لا، اولا حسام اعاره، حسام طبعا معار من نادي الزمالك،
فطبعا يعني هيجي عروض ازاي راجل معار؟ لا انا بتكلم على، انا بتكلم عليك لا على تألق حسام اشرف والعروض الوصل اللي فيه ابو حكيم. لا لا، هو الفرقه كلها الحمد لله، عندنا يوسف حسن، عندنا رزاق، عندنا لعيبه كتير جدا متالقه. هما الاثنين دول مميزين شويه لانه فيهم واحد هداف والتاني اجنبي وهم متالقين، بس احنا عندنا 6 7 8 لعيبه كلهم كويسين. بالنسبه للعروض بتاع فيبو، احنا العروض كلها بتيجي بطريق وكلاء، مفيش حاجه رسمي لغايه دلوقتي. وزي ما في الباشمهندس مصطفى الشامل رئيس النادي اتفرع، فاحنا عندنا بدايل لو العرض لاي لعيب عندنا فيجو او غيره عرض يستاهل ان احنا ننظر فيه وعرض كويس للنادي وللاعب، احنا مش هنمانع. نعم. طبعا بعد موافقه الكابتن احمد عبد الرؤوف ده اللي عنده بديل، واحنا هنفضل نستفاد والنادي يستفاد كنادي يعني، واللعيب هيستفاد يبقى كده. لو الكابتن احمد قال ان انا ما عنديش بديل ومحتاجه، احنا لا يمكن لو هو حتى بمبالغ كبيره جدا مش هنفرط في اللعيبه. بالنسبه لحسام اشرف، حضرتك بتفكروا يعني بعد تألقه في الفتره الاخيره انتوا تشتروه من نادي الزمالك؟ طب يا ريت. ولا الموضوع صعب؟ لا مش صعب، يا ريت يا ريت. هو الولد مرتاح جدا ولاعب كبير جدا، وهو حسام زي ما انا اتكلمت قبل كده ما قدمش 30 40%، حسام عنده اكتر من كده كتير. حسام ان شاء الله على اخر سنه هيبقى في منتخب مصر الكبير، هو دلوقتي ضم منتخب مصر الاولمبي، يقدر جدا يبقى هو فروة مصر الجاي. لعيب كبير جدا، لعيب هداف في ندرة الهدافين اللي موجودين في مصر، لعيب مميز جدا يعني. اكيد جمهور المحله عنده امنيات ان الفريق طبعا من المحله يكمل بعد هبوط طبعا غزل المحله. طموحات بلديه المحله هذا الموسم ايه؟ احنا طموحاتنا التارجت الاولاني ان احنا نقعد اول سنه في الدوري، وان شاء الله نبقى في مركز كويس كمان يعني، دي حاجه. وبعدين عندنا الرابطه وعندنا كاس مصر، بنامل ان احنا نروح لاقصى حاجه ممكنه فيهم، دي طموحاتنا. وان احنا نعمل فرقه لمدينه المحله وتقعد 6 7 سنين ان شاء الله بنفس الفرقه بنفس القوام، ده املنا وده الخطه اللي احنا ماشيين عليها. واحنا فعلا نملك لعيبه كويسه مع التدعيمات اللي هتبقى في هناك في مراكز محدوده جدا، هنقدر ان شاء الله ان احنا نختم السنه بختام كويس جدا ان شاء الله. كابتن حماده علو مدير الكره بنادي بلديه المحله، بشكرك شكرا جزيلا، اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق الفتره القادمه. نرجع نكمل اخبارنا ومن الدوري الممتاز نروح لاخر اخبار الدوري الممتاز به، وبتخترتها من اليوم مباريات الجوله العاشره لدوري القسم الثاني الف، بيلتقي فريق وادي دجله مع ديكرنس في ختام الجوله، وبيحتل وادي دجله المركز السادس برصيد 17 نقطه، بينما بيحتل ديكرنس المركز ال 15 برصيد 12 نقطه، وبتذاع المباراه عبر قناه اون تايم سبورتس 2. كمان قرر اتحاد الكرة إجراء كرة الدور التمهيدي الثالث والأخير لكأس مصر موسم 23-24 يوم الأحد المقبل 3 ديسمبر، هيكون الساعة طبعا 12 ظهرا بمقر اتحاد الكرة، وبتقام الكرة بين 28 نادي يصعد منهم 14 فريق إلى دور طبعا 32 لكأس مصر، لينضموا بقى لل 18 فريق من الدوري الممتاز. كمان بيقرر اليوم مجلس اداره نادي المنصوره مصير الجهاز الفني بقياده عبد اللطيف الدوماني بعد التعادل كان امبارح مع كفر الشيخ بهدف لكل فريق في الجوله السادسه لدوري القسم الثاني بيل، بيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف مركز شباب الازازين المتصدر للمجموعه برصيد 13 نقطه. كده تكون خلصت اخبارنا المحليه، خلونا نطلع لفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم من جديد ونرجع لاخبارنا مره اخرى، ومن ضمن الاحداث المهمه جدا النهارده ان الاتحاد الافريقي لكره القدم هيعلن عن تاسيس وبدا عمل رابطه للانديه الافريقيه من قلب القاهره، ودي الفكره اللي بدات تظهر من اكتوبر الماضي من رئيس الكاف. العديد كمان من رؤساء الانديه الافريقيه وكبار كمان المديرين التنفيذيين هيحضروا حفل اطلاق طبعا رابطه الانديه الافريقيه، ويحضر حفل تكوين الرابطه عدد كمان من الوفود بما فيهم طبعا رئيس كاف باتريس موتسيبي. بعد الاجتماع هيبقى في مؤتمر صحفي كمان يظهر فيه رئيس الكاف مع اعضاء رابطه الانديه الافريقيه. ايه هي رابطه الانديه الافريقيه وايه اهدافها؟
دي لا ده طبعا اللي هنعرفه مع حضراتكم من خلال التقرير اللي معانا دلوقتي. الكرة الإفريقية على موعد مع خطوة جديدة في بناء مستقبل أفضل لكافة الأندية في القارة السمراء. مجرد بداية تمثل نقلة نوعية في مستقبل الكرة الإفريقية من أجل ضمان المنافسة على الصعيد العالمي، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأسيس رابطة الأندية الإفريقية، وستكون القاهرة شاهدة كعادتها على كتابة التاريخ، حيث يستضيف أحد فنادقها الكبرى حفل الإعلان عن تأسيس الرابطة بشكل رسمي. وسيحضر الحفل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، وتتواجد وفود من عدة أندية بالإضافة إلى اتحادات الدول الإفريقية. وأعلن كاف أكتوبر الماضي الاتفاق على إنشاء رابطة الأندية الإفريقية بعد اجتماع بين موتسيبي وممثلي 60 ناديا من أكبر الأندية في القارة السمراء. وتم الاستقرار على تأسيس رابطة من أجل تحقيق بضعة أهداف، ومن أبرزها حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الإفريقية، والتأكد من قدرة أندية كرة القدم الإفريقية على تحقيق الأرباح والمنافسة عالميا، بالإضافة إلى التأكد من أن الحكام ومراقبي المباريات ومشغلي تقنية الفيديو يتمتعون بالاحترام والمصداقية والاستقلالية. كما تطمح رابطة الأندية الإفريقية إلى بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات لبناء الملاعب التي تتوافق مع معايير الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وتهدف رابطة الأندية الإفريقية إلى تطوير المواهب الشابة في القارة السمراء وتحسين جودة كرة القدم التي تمارسها الأندية الإفريقية لتصل إلى القدرة على التنافس على المستوى العالمي. أهداف نبيلة من إنشاء رابطة الأندية الإفريقية، والتي ستكون بمثابة نقلة جديدة في مسيرة تطوير الكرة في القارة السمراء على كل الأصعدة. دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة أخبارنا العالمية وآخر أخبار الأندية الأوروبية. نبدأ مع حضراتكم بأبرز مباريات اليوم من الدوري الأوروبي الجولة الخامسة، وأول مباراة معنا مباراة أتلانتا في مواجهة سبورتنج لشبونة، والمباراة تكون الساعة 8 إلا ربع، وإيك أثينا في مواجهة برايتن الساعة 8 إلا ربع، وفي نفس أيضا التوقيت فرايسبورغ في مواجهة أولمبياكوس. أما في العاشرة مساء مارساي في مواجهة أياكس، وفي نفس التوقيت بقية المباراة سيرفيت في مواجهة روما، وتولوس في مواجهة سان جلواز، وليفربول في مواجهة لاسك. اختتمت منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وحسم 12 فريق تأهلهم إلى دور الـ16، وباقي أربع مقاعد هيتحسموا في الجولة الستة والأخيرة، وبتنافس 10 أندية على خطف آخر أربع بطاقات للتأهل. نروح بقى لأخبارنا العالمية ونبدأ من الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد الفوز بالفريق الملكي 4-2 على نابولي الإيطالي، عشان يحافظ الريال على العلامة الكاملة 15 نقطة من 5 انتصارات، وضمن خلاص التأهل على صدارة المجموعة الثالثة. واتكلم أنشيلوتي عن طبعا بيلينغهام اللي بيقدم صراحة يعني مستويات رائعة مع الريال، وقال علي أنه هدية لكرة القدم. تعالوا نشوف تصريحات أنشيلوتي ونرجع مع حضراتكم. ومن الريال نروح لنابولي، وتحديدا والتر ماتزاري اللي اتكلم بعد خساره الفريق الايطالي امام ريال مدريد،
وقال اسباب خساره فريقه اللي دفع ثمن غالي جدا بسبب الاخطاء اللي ارتكبها اللاعبين امام فريق عملاق بحجم الريال. تعالوا برضو نروح نشوف تصريحات مدرب نابولي. نروح للجانرز نادي ارسنال واللي حقق فوز كبير جدا على لانس الفرنسي بنتيجه 6-0 عشان مش بس يضمن تأهله دور 16 لكن كمان حسموا صداره المجموعه الثانيه. واتكلم المدير الفني لارسنال واللي قال انه ما كانش بيحلم انه يحقق الفوز بنص دسته اهداف. تعالوا دلوقتي نروح نشوف باقي تصريحات مدرب ارسنال. ونروح دلوقتي لفريق مانشستر يونايتد اللي حقق تعادل درامي مع جالاتاساراي بنتيجه 3-3 وانعقد موقف طبعا الفريق في المجموعه الاولى. واتكلم أريك تنهاج مدرب اليونايتد بعد المباراة واللي قال إن فريقه قدم مباراة جيدة جدا بالرغم إن النتيجة يعني غير مرضية. واعترف مدرب اليونايتد إنه شعر بالإحباط بسبب النتيجة. تعالوا برضو نروح نشوف تنهاج قال إيه بعد التعادل واحتلال المركز الأخير في المجموعة. عايزين نتكلم بشكل أكبر عن نتائج الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا. بينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عثمان إبراهيم ناقد راديو. أستاذ عثمان برحب بيك. انا بك في مود طبعا كل مشاهدي وانتهى سبورت بارك ايه كله تمام؟ طب خير الحمد لله. يعني عايزين نتكلم عن ابرز النتائج للجوله الخامسه للدوري ابطال طبعا اوروبا، شايفها ازاي وابرز النتائج ومين لفت انتظارك والانديه طبعا اللي حسمت التاهل؟ طبعا الجوله كانت جوله مثيره جدا جدا، خاصه كان في 6 انديه ضمنت التاهل قبل انطلاق الجوله الخامسه وانضم لها 6 كمان بعد نتائج الجوله الخامسه عشان يبقى تاهل 12 فريق ويتبقى 4 مقاعد في دور 16، ودول بقى ان شاء الله هيتحددوا باذن الله في الجوله السادسه اللي ان شاء الله هتكون يوم 12 ديسمبر و13 ديسمبر اللي جاي. طبعا 4 مقاعد فقط، وخلي بالك ان المنافسه عليهم هتكون قويه جدا جدا بين 10 انديه، 10 انديه بتحلم انها تخطف مركز من الاربعه الفاضلين او بطاقه من الاربعه الفاضلين في دور ال 16 في دوري ابطال اوروبا. النتائج كتيره كانت فيها مفاجات، يعني ابرز المفاجات اكيد ماتش امبارح جالاتاساراي مع مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد متقدم 3-1 لكنه يتعثر وجالاتاساراي يرجع في النتيجه وتبقى 3-3. لك ان تتخيل ان اليونايتد لو كان فاز بهذا اللقاء كان يبقى القاب قوسين او ادنى من التاهل. اه طبعا، ولكن في النهايه المباراه انتهت 3-3 عشان تتقلص امام مانشستر يونايتد اللي كان هيبقى مركز ثاني لو فاز، ورجع بقى مركز رابع واخير في المجموعه. لكن مجموعه مشتعله، كوبنهاجن المفاجاه 5 نقاط، جالاتاساراي 5 نقاط، ومانشستر يونايتد 4 نقاط. يعني المنافسه بين الثلاث فرق قويه جدا جدا، خاصه ان اليونايتد عنده مباراه صعبه جدا مع بايرن ميونخ، والمباراه هتكون في انجلترا. كوبنهاجن هيستضيف جالاتاساراي في الدنمارك، مباراتين من عرض تقيل عشان نعرف مين اللي هيتاهل مع بايرن ميونخ طبعا اللي ضمن الصداره ولعب مع كوبنهاجن، يعني ده بيقولوا كده لعب بدون دوافع في المباراه انتهت التعادل بدون اهداف، وبالتالي كوبنهاجن استفاد ووصل للنقطه الخامسه. من ضمن برضه المفاجات الغريبه ماتش ريال مدريد ونابولي، مباراه قويه جدا وممتعه جدا كرويا للناس اللي بتحب الكوره بغض النظر بتشجع مين. مباراه كانت رايح جاي وتوصل 2-2، لكن ريال مدريد يعني بخبراته الكبيره في دور دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد بيتحول في دوري الابطال في اخر دقائق في الدقيقه 84 والدقيقه الرابعه من وقت بدل الضايع، سجل الهدف الثالث والرابع عشان الريال يواصل تالقه بالعلامه الكامله. 5 مباريات، 5 انتصارات، 15 نقطه، ما اكتفاش ان هو حسم الصداره، لا لكن اشعل المنافسه بالنابولي اللي في المركز الثاني اللي كان ممكن نقطه واحده تخليه يتاهل لدور ال 16، لكن الخساره دي خلت تاهله يتاجل للماتش الجاي اللي هيكون مع سبورتنج براجا. يعني مباراه يعني هتبقى بقى ايه، فيس تو فيس او وجها لوجه. نابولي 7 نقاط، سبورتنج براجا 4 نقاط. اللي هيفوز في المباراه اللي جايه طبعا المباراه هتكون في ايطاليا، فنابولي محتاج يتعادل او يفوز عشان يضمن تاهله، اما سبورتنج براجا ما عندوش اي حل غير ان هو يفوز على نابولي في قلب ايطاليا. اكيد طبعا يعني برضه الموضوع هيبقى صعب، ولكن ربما يكون نابولي الاقرب وفقا طبعا للمعطيات اللي احنا متابعينها وشايفينها. اقول لك بقى عن المباراه كانت غريبه جدا. انا عايز اروح لك برضه يا عثمان لبرشلونه، يعني زي ما اتكلمنا عن مدريد لازم نروح لبرشلونه، كانت مفاجاه ان هو يتاهل طبعا على حساب بورتو. طيب عشان خاطر اه جول برشلونه، يعني رغم الظروف الصعبه كانت مفاجاه ان هو يتاهل على حساب بورتو رغم الظروف الصعبه اللي كانت مع تشافي في الفتره الاخيره. هقول لك على حاجه، انا تشافي الونسو تشافي هرنانديز مدرب برشلونه قال ان احنا حققنا اللي عجزنا عنه في اخر موسمين، عشان تعرف ان الموضوع كان مهم وان الفوز كان مهم جدا جدا لبرشلونه بالفوز على بورتو 2-1 وضمان التاهل، مش بس التاهل وضمان صداره المجموعه كمان الثامنه. طبعا مجموعه برشلونه كانت متوازنه، بورتو شختار وريال انتويرب، كان المفروض ان برشلونه بكل سهوله في تاريخه يبقى الاول، ولكن المجموعه تعقدت شويه بسبب نتائج برشلونه زي ما انت قلت والتعثرات اللي الفتره الاخيره، لكن فوز مهم على بورتو. وخلي بالك برضو سيناريو المباراه كان مثير جدا جدا، ان بورتو هو اللي اتقدم بهدف عن طريق بيبي في الدقيقه 30، لكن الثنائي جواو اللي برشلونه جابهم في بدايه الموسم الحالي، جواو كانسيلو سجل هدف التعادل،
وبعدها جواو كانسيلو صنع الهدف الثاني، هدف الفوز اللي سجله جواو الاخر اللي هو جواو فيليكس في الدقيقه 57، ففوز ضمن التاهل لبرشلونه للدور. طبعا بقول هي مفاجاه يا عثمان عشان الظروف اللي بيعاني منها برشلونه في الفتره الاخيره مع تشافي. انا وافقت النتائج السلبيه طبعا. تشافي نفسه، تشافي نفسه قال ان احنا حققنا ما عجزنا عنه في اخر موسمين، يعني معنى كده ان الفرقه مش بس عندها مشكله في اليومين دول، عندها مشكله بقى لها فتره ليست بالقصيره حتى على الصعيد الاوروبي وليس طبعا على الصعيد المحلي. لكن عايز احكي لك عن مباراه كانت يعني تحط في متاحف كره القدم. بنفيكا البرتغالي كان بيلعب انتر ميلان، يعني بنفيكا صفر للنقاط من اول البطوله، فكان بيبحث عن اي حاجه تحفظ ماء وجهه، اما انتر داخل اللقاء هو ضامن التاهل لدور 16 بغض النظر عن النتيجه. الشوط الاول بنفيكا يتفوق بالطول وبالعرض ويسجل ثلاث اهداف. جواو ماريو سجل هاتريك في الدقيقه 35 و34، لكن انتر ميلان ينتصر في الشوط الثاني ويعود في النتيجه من 3-0 ب3-3 عشان يفضل طبعا يزاحم ريال سوسيداد على صداره المجموعه. الفرقتين عندهم 11 بونت، رغم ان المباراه كانت تعتبر تحصيل حاصل بالنسبه للفرقتين بشكل كبير، لكنها كانت مباراه ممتعه وقصه كرويه ربما اتظلمت في ماتشات ثانيه فيها اسماء انديه اكبر طبعا، لكن المباراه دي كانت قويه جدا جدا ومهمه جدا جدا لنادي انتر عشان يفضل مزاحم ريال سوسيداد على الصداره. في كمان طبعا المباراه انت اتكلمت عنها من شويه، ارسنال مع لانس والمدفعجيه يعني بيضربوا طرقات قويه جدا جدا، 6-0 على لانس، لدرجه ان ارتيتا رؤيه مميزه طبعا لعثمان ابراهيم الناقد الرياضي، ودايما صراحه بيمتعنا بارائه طبعا الاوروبيه فيما يخص الدوريات الاوروبيه بشكل عام. بشكرك شكرا جزيلا. نرجع مره اخرى لاخبارنا العالميه ونروح للدوري الاوروبي، والنهارده طبعا ليفربول هيستضيف فريق لاسك النمساوي الساعه 10 مساء. بيتصدر ليفربول زي ما احنا عارفين ترتيب المجموعه الخمسه 9 نقاط. وتكلم كودي جاكبو مهاجم ليفربول عن العلاقه بينه وبين زميله نونيز، وقال ان في منافسه بينهم بشكل كبير جدا لصالح الفريق، واتكلم كمان ان الوضع يعني في ليفربول حاليا افضل من الموسم اللي فات. تعالوا برضو نروح نشوف تصريحات جاكبو. خلصت اخبارنا العالميه، لكن نروح للزميل العزيز حسن غنيمه من مقر اجتماع الكاف للاعلان عن اطلاق طبعا رابطه الانديه الافريقيه. يطمنا هناك حسن عن اخر الاخبار. حسن برحب بيك. برحب العزيز محمود بدراوي، برحب بكل الشهاده المشاهدين في كل مكان، مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. بالتاكيد احنا موجودين دلوقتي في مقر اجتماع الكاف او الاتحاد الافريقي لكره القدم، ودايما كل اجتماعات او معظم اجتماعات الكاف دايما بيكون التفضيل الاول والاختيار الاول بيكون هي ارض الكنانه مصر. لو اتكلمنا النهارده عن بدايه اليوم، كان في اجتماع لرابطه الانديه الافريقيه هنا في احد فنادق منطقه الاهرامات الموجوده هنا في العاصمه المصريه القاهره. بالتاكيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اجتمع مع ممثلي حوالي 60 نادي افريقي تم اختيارهم عشان يكونوا اعضاء لرابطه الانديه الافريقيه، وبالتاكيد الاجتماع موجود هنا في مصر. كان اتكلم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم في حوالي كده ساعه، قعد يتكلم مع ممثلي 60 نادي من كافه الانديه الافريقيه في القاره الافريقيه، واتكلم عن اهميه تاسيس رابطه الانديه الافريقيه وقال اهدافها وشرح كل الاهميه لتاسيس وانشاء وتدشين هذه الرابطه اللي بتضم حوالي 60 نادي من اكبر الانديه الافريقيه. اتكلم ان اول هدف ليها هو يعني انه الانديه تكون تحقق ارباح ومكاسب من كره القدم، ما يكونش الامور كلها بتقتصر في الخسائر، لان زي ما احنا عارفين ان الفتره الماضيه التحديات والمتطلبات الماديه لكره القدم او لعبه كره القدم بتزيد على الانديه، وهناك بعض الانديه الكبيره في القاره الافريقيه الافريقيه بتعاني من ازمات ماديه كبيره جدا. عشان كده كان مهم فكره تاسيس رابطه الانديه الافريقيه عشان تحمي الانديه من الخسائر الموجوده والتحديات الموجوده في كره القدم، وده من خلال انه يتم توقيع عقود وبروتوكولات مع بعض الرعاه الرسميين الكبار عشان يرعوا الانديه اللي هم اللي بيشاركوا في رابطه الانديه الافريقيه عشان حمايتها من الخسائر. كمان تطرق متسبي لامر هام جدا خلال اجتماع مع ممثلي الأندية، وهي قصة الحكام الأفارقة، لأنه في لغط كبير جدا الفترة اللي فاتت إن الحكام ممكن يكونوا بيتعاطفوا مع نادي ضد نادي أو بيتأثروا بالضغوط الجماهيرية، وهناك كده علامات استفهام موجودة على بعض الحكام، وهم طبعا معروفين في القارة الإفريقية إن دايما بيكون علامات استفهام في المباريات اللي بيديروها. عشان كده رابطة الأندية الإفريقية صممت إن يكون في رقابة على قصة الشفافية الخاصة بالحكام الأفارقة المتواجدين في المباريات. كمان
كمان اتكلموا على قصة الرعاة ان هم يقدموا لهم تسهيلات كبيرة جدا في الفترة المقبلة عشان يقدروا ان هم يعني يدعموا الاندية المشاركة. كمان بقى الاندية المشاركة شفنا طبعا بالنسبة لمصر في 8 اندية هتكون مشاركة في رابطة الاندية الافريقية، هم الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري ومودرن فيوتشر وبيراميدز. بيحق لكل اتحاد 4 اندية فقط اللي هم الاربعه الاول في التصنيف او الاربع انديه الاوائل في التصنيف ان هم يعملوا التصويت على اي شيء خاص برابطه الانديه الافريقيه. بالتاكيد يعني هناك حاله ارتياح من الانديه المشاركه في الرابطه وحاسين ان هيكون في مستقبل افضل ومستقبل اكبر للقاره الافريقيه الفتره اللي جايه، ويكون كل السلبيات هيتم علاجها بفضل تاسيس رابطه الانديه الافريقيه اللي بالتاكيد هتعود بالنفع والايجابيات الكتير جدا على كل الأندية الأفريقية، وكمان هيكون ليها دور كبير جدا في تحسين لعبة كرة القدم في أفريقيا، لأن زي ما احنا شايفين كبرى المنتخبات العالمية دايما بتبص على اللاعبين الأفارقة. شايفين المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم معظم القوام الأساسي للمنتخب الفرنسي من اللاعبين الأفارقة الأصل. عشان كده متسبي كمان اتكلم في الاجتماع وقال إن أفريقيا هي أصل الكورة وأفريقيا لازم إن هي تكون موجودة في الخريطة العالمية لكرة القدم، وده بدأ من زيادة عدد المقاعد الخاصة بالمنتخبات الإفريقية في كأس العالم. شايفين 9.5 مقاعد هيكونوا موجودين من نصيب المنتخبات الإفريقية في كأس العالم المقبل 2026 اللي هيتم تنظيمه في أمريكا وكندا والمكسيك. مهم جدا يا محمود كمان نتكلم عن باقي برنامج اليوم الموجود هنا في مقر اجتماع الاتحاد الافريقي. يمكن بعد حوالي يعني دقائق قليله هيبدا كده توقيع بروتوكول ما بين الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف وما بين وزاره الرياضه المصريه بقياده الدكتور اشرف صبحي، بالتاكيد اللي هيكون متواجد هنا في مقر الاجتماع من اجل الاجتماع مع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم من اجل توقيع بروتوكول. مفاجاه الحقيقه وهيكون خبر سعيد جدا لكل محبي الكرة المصرية والأفريقية. هيتم تدشين وعمل مقر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف داخل العاصمة الإدارية الجديدة اللي بتعتبر فخر لكل مصري. الحقيقة كل الأماكن المهمة هتكون موجودة في العاصمة الإدارية، وبعد شهور قليلة جدا هيتم بقى يعني افتتاح المقر الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة الإدارية الجديدة داخل جمهورية مصر العربية. بالتأكيد ده احنا دايما متعودين انه مقر الكاف بيكون متواجد في القاهرة، وكان متواجد في البداية في مدينة 6 اكتوبر في مصر، وبالتأكيد هيتم ايضا عمل مقر في العاصمة الإدارية الجديدة. بالتأكيد ده خبر مفرح لكل محب الكرة المصرية والإفريقية، لأن دايما الاتحاد الإفريقي بيكون عينه على مصر بصفتها الدولة الرائدة لكل الدول الإفريقية الحقيقة، مش في كرة القدم بس في كل شيء. كمان أنا شايف أنه عدد من ممثلي الأندية بيتوافدوا هنا على المقر الاجتماعي الموجود هنا في العاصمة المصرية القاهرة. كمان بقى باتريس موتسيبي كان بيتكلم كده النهاردة، ما حسيتش أنه كان مجهز كلمة معينة يطلع يقولها قدام ممثلي الأندية الافريقيه. حسيت ان هو بيرتجل، حسيت ان هو بيتكلم مع الانديه كانهم اصدقائه، احنا عاوزين نطور الكره الافريقيه مع بعض، عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض. واتكلم كمان انه الستين نادي الاعضاء في رابطه الانديه الافريقيه لو اي نادي منهم تعرض لا قدر الله لمشكله انه يهبط في الدوري بتاعه للدوري الادنى او الحد الادنى او دوري الدرجه الثانيه في الدوله عنده، هي طبعا هيخرج من رابطه الانديه وهيتم دخول نادي اخر بدلا منه عن طريق التصويت. وزي ما احنا قلنا انه التصويت ليه هيكون ليه نظام معين بالنسبه لرابطه الانديه الافريقيه، ان كل اتحاد او كل دوله هيكون مخصص ليها 4 اصوات من اول 4 انديه. يعني احنا مثلا عندنا الممثلين المصريين او الانديه المصريه الممثله لرابطة الأندية الإفريقية هيكون الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي ومودرن فيوتشر وبيراميدز. بالتأكيد الأندية دي هيتم اختيار منها أول 4 أندية في التصنيف عشان يكون ليهم حق التصويت في رابطة الأندية الإفريقية في أي قرار يتم اتخاذه. حتى أنا اتكلمت مع بعض ممثلي الأندية اللي حضروا في مقر الاجتماع هنا في القاهرة بعد الانتهاء اجتماع باتريس موتسيبي، وأبدو ارتياحهم الحقيقة. يعني كنت بتكلم مع ممثل نادي أسك أبيجان
هل إيفواري اللي اتكلم معايا وقال انه حاسس بالتفاؤل في الفترة اللي جاية، حاسس بالتفاؤل على مستقبل الكرة الإفريقية في الفترة المقبلة، ان هيتم تطويرها من حيث كل شيء، انه الخسائر هيتم، ان الخسائر هتتوقف، الأندية الإفريقية الدوريات الإفريقية الموجودة في بعض الدول هيتم يعني تطويرها بشكل كبير جدا. بنشوف دول إفريقية عندها منتخبات قوية جدا، لان كل اللعيبة بيحترفوا خارج الدولة او بيحترفوا خارج المنتخب الإفريقي والأندية الإفريقية، عشان كده دايما بتلاقي الدوريات الإفريقية ممكن تكون ضعيفة على عكس المنتخب. يعني مثلا بنشوف الدوري الكاميروني، الكاميرون عندها منتخب قوي جدا لكن الدوري الكاميروني مش بالقوة المطلوبة، وكذلك في نيجيريا وكذلك في كوت ديفوار. فرابطة الأندية عندها هدف انها تطور الدوريات دي عشان تضاهي وعشان تنافس الدوريات الأوروبية. مش عايزين نكون مبالغين ان الدوريات الأفريقية هتكون منافسة للدوريات الأوروبية من يوم وليلة، لكن احنا بنبدأ من البداية وبنبدأ ضربة البداية ان احنا نكون موجودين على الخريطة العالمية للكرة الأفريقية. ما تكونش الدول الأفريقية بتمثل نفسها كمنتخبات قوية بس، لا، ده كمان على صعيد الدوريات المحلية لازم يكون عندها دوريات قوية، وده كمان هيعود بالنفع انه اللاعبين دول هيكونوا موجودين في منتخباتهم، وده هيعود ايضا بالنفع على مستوى الكرة الافريقية في سواء في بطولة الامم الافريقية او في كأس العالم. والامور بدأت من كأس العالم المقبل اللي هيكون فيه 9 مقاعد ونصف للأندية للمنتخبات الإفريقية. كمان اتكلمت مع ممثلين الأندية المغربية اللي كانوا موجودين النهاردة، أيضا أبدوا تفاؤل كبير جدا وراحة نفسية كبيرة جدا للاجتماع النهاردة، وقالوا إن هم هيكونوا داعمين بشكل كبير في الفترة المقبلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، عشان يعني يكون في اجتماع كامل كل الدول الإفريقية عشان يكون في تطوير لمستوى الكرة الإفريقية. يمكن دي كانت معظم الأجواء والكواليس الموجودة هنا في مقر اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع ممثلين ل60 نادي لتدشين رابطة الأندية الإفريقية، وكمان توقيع بروتوكول بين وزارة الرياضة والكاف لنقل مقر الكاف في العاصمة الإدارية الجديدة. بالتأكيد العودة مرة أخرى للاستوديو والزميل العزيز محمود بدراوي، تفضل. بشكر الزميل العزيز حسن غنيمة، ادينا طبعا كل كبيرة وصغيرة عن اجتماع الكاف فيما يخص انطلاق طبعا رابطة الأندية الإفريقية من القاهرة. نتمنى ان شاء الله هذه الرابطة ان شاء الله تنهض بالكرة الإفريقية في كل النواحي، في التحكيم، في الملاعب، في الجماهير، في كل شيء. نتمنى ان شاء الله الخير للكرة الإفريقية في الفترة القادمة. هنقطع دلوقتي الفصل السريع ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معنا. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة أخبار الألعاب الأخرى. نبدأ من الكرة الطائرة، وبيستعد منتخب مصر لناشئات كرة الطائرة للمشاركة في البطولة القارية التي تقام خلال فترة من 30 نوفمبر لغاية يوم 8 ديسمبر المقبل، وهي البطولة على فكرة المؤهلة لبطولة العالم. واجتمع امبارح ياسر قمر رئيس اتحاد الطائرة مع منتخب الناشئات قبل السفر طبعا لنيجيريا في حضور البرازيلي ماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني خلال معسكرهم الحالي بالمركز الأولمبي في المعادي، وحرص على تجهيز اللاعبات والمطالبة بالتركيز واللعب من أجل الفوز والعودة باللقب. وأكد أمر على ثقته الكبيرة في قدرات المنتخب ومستوى المتميز في حصد البطولة والعودة بها إلى مصر، مشددا كمان على دعم الجميع لهم في مشوار هذه البطولة. كمان قدمت لاعبات المنتخب بذل جهد وعرق لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير المصرية. ومن الطايرة نروح للسلة، وحضر الأسباني أوغاستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي لاعبيه من التهاون أمام سموحة في دوري المرتبط السلة، واللي هتتلعب يوم 6 ويوم 8 ديسمبر القادم على صالة الدكتور حسن مصطفى. وعقد أوغاستي جلسة مع اللاعبين طلبهم ببذل أقصى جهد من أجل حسم لقب دوري المرتبط، رافضا نغمة طبعا أن البطولة أصبحت محسومة للنادي الأهلي. وكان على فكرة النادي الأهلي تأهل إلى الدور النهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة النصف النهائي طبعا، بينما وصل سموحة للنهائي بعد التفوق على سبورتينج، ويحمل النادي الأهلي لقب الدوري المرتبط في آخر موسمين. نكمل أخبارنا ونروح لكرة اليد، وقام نبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد بزيارة مقر القلعة البيضاء بميت عقبة،
ومن بعدها على طول قام بزياره النادي الاهلي ايضا، وشهدت الزياره توجيه الدعوه من رئيس الاتحاد الاماراتي لرئيس النادي الاهلي والزمالك لحضور مباراه كاس السوبر المصري اللي هتجمع بين فريقي طبعا النادي الاهلي والزمالك المقرر ليها يوم 9 ديسمبر المقبل في دوله الامارات. ومن فقرة أخبار الألعاب الأخرى وصلنا لآخر فقرتنا، فقرة وان شوت. وان شوت ما زالت المدربة الألمانية ماري لويز بتكتب تاريخ جديد للمدربين السيدات في عالم كرة القدم العالمية، وبعد ما نجحت أنها تكون أول امرأة تشغل منصب المدرب المساعد في تاريخ الدوري الألماني في الأسبوع الماضي بعد ما تم تعيينها مساعدة للمدرب المؤقت لنادي يونيون برلين وهو ماركو جروتي. امبارح ماري لويز كمان اصبحت اول امراه تدرب في مباراه بدوري ابطال اوروبا للرجال بعد تواجد طبعا في مباراه سبورتنج براغا ويونيون برلين اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 ضمن مباريات الجوله الخامسه لدور المجموعات من بطوله دوري ابطال اوروبا. بكل تاكيد تطور كبير جدا للعنصر النسائي في عالم كره القدم للرجال سواء في التحكيم او التدريب. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامج اخبار اون تايم، وفيناكم بيها بكل مواجهه جديده على الساحه المحليه والعالميه، وكنا كمان مع حضراتكم في تغطيه خاصه لانطلاق رابطه الانديه الافريقيه وبروتوكول التعاون بين وزاره الشباب والرياضه مع الكاف، وتقدروا كمان تتابعوا كل التفاصيل على مدار اليوم عبر قناه اون تايم سبورتس. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.